صباح الفل عليكم كلكم. النهارده طلع جميل بس هوا شويه، فانا طب عملت اخر طبقه اللي هي السيلفر. كانت ولاء بتسال ان انا اعمل تصوير وكده، فقلت اعمل فيديو احسن عشان اوضح الشكل. اخر طبقه سيلفر ونشفت امبارح بالليل، ودلوقتي عملت اللي هو السبراي اللي عشان يبقى زي سيلر، بيحفظ اللون يعني عشان ما يبقاش لو مية وقعت عليه او الناس لعبت في الشارع وخبطوا في بعض، اللي هو البلاي الكوسبلاي التمثيل، لان دول سكالز اللي هي البرد سكالز، جماجم الطيور وكتافات اللي هي شولدر ارمورز اللي هي بتتحط على الكتاف. دول خاصة بزيت تنكري للبس الفايكنج، و دي كانت اخر خطوة فيهم. والجماجم دي هتتركب على الجيمة بتاعت البنوتة اللي هي اسمها استريد او مش فاكرة اسمها ايه، هوفمان اي ثينك، في موفي اسمه هاو تو ترين يور دراجون، كيف تدرب التنين الدراجون بتاعك. بس وباقي ازاي هيبقى فرو وفوقيه سويد وجلد وكده، وفوقيه الجماجم دي وشويه سبايكس شبه السبايكس اللي هنا ديت، بركبهم كلهم بايدي وبخيط السكالز دي كانها زراير. فيها خرمين لو شايفين الخرم، مش عارفه باين ولا هفراهم انا. اوكي، صباحكم فل كلكم، يومكم جميل، باي.